ربنا سبحانه وتعالى ما قالش اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ولا جت ولا في قرآن ولا في سنة. لما تقول ربنا قال يبقى لازم آية او حديث قدسي صحيح. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الآية اللي بتقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، معناها إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة. والآية دي ما نزلتش علشان الحبيبة يحطوها على البروفايل وها وقلوب وحاجات كده. مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة، أنا مش بتكلم عن الكذب المباح. حضن أخوي سلام بالإيد دي كلها تحايلات وحوارات فكسانة على التسمية. حرام هيفضل حرام حتى لو سميتوه ميدو. آية سلام قولا من رب الرحيم ما بتتقالش لما بنتخض أو نشوف عفريت أو جن، لا والله دي تحية ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة لما يدخلوها إن شاء الله. حديث استفتي قلبك مش معناه إن أنت تفكس لأهل العلم وتمشي على دماغك تقولك عليه، ومش أي حد ينفع يستفتي قلبه خصوصا منتكس الفطرة وأصحاب الهوى. الحديث معناه إن أنت لما تبقى عارف او حاسس ان الحاجة دي حرام وحد يقولك حلال وقلبك لسه شايفها حرام، يبقى تمشي ورا قلبك اللي بيقولك حرام وتفكك من اللي افتاك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم جدا، بس ساعات كان بيغضب للحق طبعا. فمش كل لما تشوف حد ملتزم وفجأة يغضب تمسكها عليه. هو ايه انت مصدق؟ اي بشر ممكن يغضب عادي جدا والله. الوسطية مش معناها ان انت تشوف الحلال وتشوف الحرام وتختار اللي في النص. الوسطية هي دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني شريعة وسط بالنسبة للأمم. مفيش حاجة اسمها أبقى مش محتشمة بس كويسة أحسن ما أكون محجبة وشمال، لا طبعا. الدين جوهر ومظهر، ما تبقي محجبة وفي نفس الوقت كويسة، هو يعني لازم نسقط جزء من الاتنين؟ ما هو علشان كده بقولك